محاولة لتطوير صناعة السجاد في مدينة سقيف أبو شعرة في المنوفية، أوفى المركز التكنولوجي بوعده وذهب في الميعاد الذي تم تحديده من خلال برنامج مساء الخير. عايزين تصميمات جديدة تواكب الذوق العالمي، عايزين رفع كفاءة منتج عشان نقدر ننافس، عايزين وحدة تشطيب، عايزين مسبغة. متطلباتي ان الحكومه توفر لنا طرق تسويق، وده سهل جدا، توفر لنا معارض داخليه وخارجيه بحيث ان احنا نعرض منتجنا حتى لو من خلال الحكومه. مش لازم ان انا كممثل او صاحب مصنع ان انا اروح اعرض منتجي، بس الاقي حد بيعرض المنتج. اول خطوه ايجابيه جديه هتخرج من هنا هتعملها عشان تطور الصناعه دي. يمكن هنكون كلاستر صغير عشان خاطر يعملوا فينيشنج كويس مبني على اساس علمي للمنتج بتاعهم عشان يقدر ينافس الجوده بتاعه الخارج. اتفقنا معاهم على بعض النقط المهمه، منها ان احنا مثلا هنديهم حاجات معينه في التدريب، هنحاول نرسم لهم برنامج بحيث ان احنا نعمل لهم مغسله علشان ما يلجأش ان هو يغسل بره. بنديهم بعض الخبرات الفنية في الشغل، ان هم يعملوا حاجات معينة في الخامات قبل ما يشتغلوا عشان ما يحصلش ستيننج حتى لو هو غسل بره. ان شاء الله نحاول نعمل لهم دراسة جدوى المسبغة الصغيرة. احنا بنشتغل عشان تطوير صناعة السجاد، مش بس بنشتغل على التصميمات، احنا بنجيب مصممين سواء من مصر او بره مصر عشان يطوروا لنا الصناعة، بالإضافة أن احنا بنتعرف على الأسواق الدولية عشان نعرف احتياجاتهم. الاستماع إلى مشاكل القائمين على هذه الحرفة ودراسة متطلباتهم هو الهدف الأول من الزيارة، وفي انتظار أن تكون هذه القرية من أفضل أماكن صنع السجاد في العالم. سهى رضا، برنامج مساء الخير.